مركز التدريب المهني بالقوى العاملة بسوهاج دورة تدريبية عن الحياكة والتطريز والمشغولات اليدوية لإكساب الفتيات مهارات التفصيل لدخول سوق العمل وتوفير دخل ثابت لهن. تقرير نجوى سيف النصر. ضمن الجهود التي تقوم بها مديرية القوى العاملة بسوهاج في إقامة العديد من الدورات التدريبية لشباب الخريجين من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة لتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، تنظم المديرية بمركز التدريب المهني بمدينة سوهاج دورة تدريبية في مجال الخياطة والتفصيل لعدد 15 فتاة مع توفير مدربات متخصصات في هذا المجال ومعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة. في عندنا دورات 200 ساعة هي تشمل الخياطة والحاسب والتبريد والتكييف، وفي عندنا دورات 100 ساعة زي المحمول والمشغولات اليدوية. مشغولات في طحطة، ما عندناش في سوهاج مشغولات. عندنا في الثلاث مراكز بتوعنا الحمد لله يعني نكاد نكون المحافظة الوحيدة اللي شغالة بكمية الدورات دي. احنا شغالين 13 دورة عملناهم من أول شهر 10 لحد دلوقتي، بالإضافة لثمان دورات في الوحدة المتنقلة اللي تبع حياة كريمة، تبع برضو شرف من الوزارة بإشراف مديرية قوى عاملة سوهاج والدكتور هشام وكيل الوزارة بتاعنا. صراحة الله يديله الصحة، يعني قايم بمجهود جبار معنا في كل الشغل بتاعنا، سواء في توفير الخامات أو في توفير أي حاجة بنطلبها في الدورات بيوفرها لنا الدكتور هشام. الدورة بتكون 200 ساعة، بيجوا البنات هنا بيتعلموا القص والخياطة، طبعا القص على الباترون دي أهم حاجة عشان تطلع المقاسات معهم مظبوطة. أخذوا الباترونات الكبيرة والباترونات الأطفالي والبنطلونات والجيبات بس، ودلوقتي حاليا هم بيطبقوا الباترون على القماش على طول وبيقصوا، واخدوا مرحلة تانية في القص اللي هي بيرسموا الباترون نفسه على القماش. المركز هنا موفر الأقمشة للبنات عشان يتعلموا فيها، لا جميع أنواع الأقمشة، يعني جبنا الحراير، الشيفونات، الكتان، الروزالين، جميع أنواع الأقمشة على أساس إن في أقمشة صعبة في الخياطة وفي أقمشة سهلة، هم اتدربوا على الاثنين، على الأقمشة الصعبة والأقمشة السهلة. اتعلمتي من بداية الباترون لغاية ما انت بتسلمي موديل، مش كده؟ الباترون وبعد كده بنطبق على القماش، وبعد كده مرحلة التطبيق على القماش على طول. شايفاه ممكن يفيدك بعد كده بعد ما تخلصي الدوره دي، يعني اكيد هتاخدي فيها شهاده معتمده وكده، هل ناويه تفتحي مشروع ولا بس يبقى تدريب ليك انت في البيت؟ لا تدريب كمشروع، انا جاي عشان افتح مشروع بعد كده يساعدني في المعيشه. تمام. فسمعت بالدوره فقدمت فيها والحمد لله المس مش مقصره معنا في حاجه، ماشيه معنا واحده بتعلمنا بالتدريج لحد ما صرنا الحمد لله محترفين. اللي اتعلمتيه لغايه دلوقتي يعني شايفه ده ممكن يفيدك بعد كده ان انت تشتغلي حاجه زي كده او مشروع في بيتك؟ الاول نعرف نقص، ازاي نرسم باترون، ازاي نطبقه على القماش، ازاي نشطب القصه في الاخر. كل ده اتعلمته هنا. تمام. اتفضل. طيب. الاستاذه وفاء. طيب الاستاذه وفاء يعني برضو بتقول انها علمتكم ازاي تعملوا فينش للموديل اللي معاكم يبقى كانه جاهز بالظبط، يعني من اول ما انتوا تشتغلوا الباترون لغايه تسليمه النهائي. تسليمه النهائي، ايوه اتعلمناه هنا على يد الاستاذه وفاء. ان شاء الله باذن الله ناويه افتح مشروع كده، يعني اساعد بنفسي واساعد بجوزي واولادي كده، يعني يبقى فتحه خير علينا باذن الله. تمام. طيب انت ايه اللي اتعلمتيه لغايه دلوقتي؟ يعني انت خدتي من بدايه ان انت تقصي الباترون وتبداي بعد كده تنفذيه؟ بالظبط، احنا الميس علمتنا نرسم ازاي الباترون الاول على ورق، وبعد كده كنا نحطه على القماشه ونقص، وبعدين الميس برضو علمتنا ان احنا نرسم الباترون نفسه على القماشه ونقص وناخد الزيادات والفينش برضو. الميس ربنا يبارك لها علمتنا ازاي نخلي الموديل كانه جاهز. الفينش نظيف جدا اهو، مثلا زي ما احنا عاملين اهو حضرتك دي بلوزه. بلوزه احنا عاملينها. تمام. يعني اتعلمنا حاجات كتير، احنا كنا حاجات كتير ما كناش نعرفها اصلا. فجينا لا الناس علمتنا ازاي نقص وازاي نخلي برضو الفينش كويس، وازاي ايدنا برضو خدت على المكنه ازاي، ما يعني الحاجه الكم، يعني انا مثلا عن نفسي كان الكم ما كنتش اعرف اعمله كويس، ميسي وريتني ازاي اعدله وازاي اعمله. دوره الخياطه والمشغولات اليدويه داخل مركز التدريب المهني بمحافظه سوهاج يفيد الفتيات في تاهيلهم الى سوق العمل بكفاءه
كنت معكم نجوى سيف النصر طيبه.